حرام عليكم يا جماعة، حرام. التحية مقبولة. وقف قلبي. أنا أخذ سلسان وخبيه. أنا أسرق. كبرني بتيسير ليوم يصر لشيلك. شايفته شيم بالمرة. أستاذ عم يمثل أمي، عم يمثل مشان ما شح الجاكيت. أبو محمود. يا أبو محمود. أبو محمود. أبو محمود. جاكيت. ابو محمود قوي لك اختي. انا يلا انا 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 يلا. ابو محمود حاكيني حاكيني. ابو محمود ما عرف بدنا السلسال. الله يسامحك فيه ابو محمود. ما في شيء، بس اكيد هو اللي اخده. انا وين يا جماعة؟ هون ابو محمود. ابو محمود هون هون. انا ام احمد، ما عرفتني؟ بتيسير لك وصار له شيء. يمكن يا اختي. ابو محمود هون حاكيني الي. قوم قوم لنكمل حسابنا. انا حساب اجا يوم الحساب. ابو محمود الله يرضى عليك، لا تزعل سمار، بس انت بتعرف انه السنسال غالي عليها كثير من خطيبة فرحان. لا تكسر خاطرة، عطيها يا. لك شوفي شبك هون، شوفوا ما هديتو. تعا تعا يا ابني يا احمد، تعا شوف اهلك شو مساويين فيه. تعا شوفي شوفي احكوا شو صار. لك تقبرني ما في شي، القصة وما فيها. اختك سمار ضيعت السلسال تبعها وشكت بانه مسروق. قامت شافت قال بعينها يبعت لك ضربة، دائما جايبتي لنا المصايب، بانه ابو محمود هو اللي اخده. اجت انت يصير وفتحت من ده، قال طلع فعلا ابو محمود هو اللي اخده. شايف شايف يا ابني احمد، حسبي الله ونعم الوكيل. انا مد ايدي على سنسان. كله من سمار. خوش انا قلت لها ابو محمود لا يمكن يساوي هيك شيء ابدا. عمي ابو محمود الله يوفقك ما تاخذنا. اي بس لسه ما لقينا السلسال. لك سمار انت ما تحممتي امبارح؟ بلا. وما نسيتي السنسال بالحمام؟ لا، لاني دورت عليه بالحمام ما لقيته. لاني انا رفعته وخبيت لك بدرج خزانتي. يعني انت اللي طلعت بالفنجان مو هو.